أكيد دي جالتنا اللي فوقينا، أكيد جايبة لي هدية عشان عيد ميلادي. أيوة خلاص خلاص، خليكم قاعدين، أنا هقوم أفتح. مالك يالا، في إيه؟ اوعى يكون اللي بره ده محصل الكهرباء. ده يا ريته محصل الكهرباء، ده محصل الكهرباء اهون بكتير قوي. اهون بكتير؟ اوعى يكون بتاع الضرايب يالا. ده بتاع الضرايب اهون منه بكتير قوي. الله يخرب بيتك، اما مين بره؟ قومي يا علاء شوف مين اللي بره. حاضر يا بابا. خش يلا حبيبي اقعد، خش. تعال يا منسوف. طب يا حبيب قلبي، اللي ما عملش لايك للفيديو يلا يعمل لايك، مش عارف مستني ايه، واللي ما اشتركش في القناه يلا اشترك في القناه بسرعه وفعل زر الجرس عشان اي فيديو ننزل لكم يجي لكم شعار بيه. حبايبي عايز اعرف، مش عايز تفتح الباب ليه؟ يعني يكون في عفريت بره يعني ولا ايه؟ ما تتكلمش كتير واطلع وسوق. لا بقى كده كتير، هو في ايه بره؟ في بلوه كبيره بره. بلوه كبيره؟ الله يخرب بيتك انت كمان. طب خش خش، لما اطلع اشوف في ايه. تعالى بس ربنا بقى يستر عليك. ربنا هيستر ان شاء الله. انا حاسس ان انا هلاقيكم مكبرين الموضوع على الفاضي. ينفع كده يا حق؟ العيال يفتحوا الباب وبعد كده يروحوا قافلينه في وشي؟ هم الصراحه عندهم حق. بتقول حاجه يا حاج؟ لا لا بقول ما ينفعش طبعا. طب وسع لي كده يا حاج عشان اخش. تخش فين؟ اخش جوه يا حاج. اكون اخش فين يعني؟ طب سامحني يا حاج، والله مش هينفع عشان عندي بس جوشه مشاكل فبنحلها مع بعض. طب يا حاج، هو انا غريب عنكم يا جدع؟ انت وسع وسع بس كده وسع. ايه الراجل البارد ده؟ يا رب صبرني. منور يا حق. استغفر الله العظيم، ده نور، ده نور هولندا يا حق. يا لهوي على البرود، ده البرود بيسل من بقه. ما قلتليش بقى ايه هي المشكله اللي عندك. لا لا ما تشغلش بالك انت، دي مشكله صغيره بس مع الحاجه. يا عم بس قول، انا مش غريب والله. يا جدع انت قلتلك ما تشغلش بالك بقى، خلاص. في ايه؟ ايه هي يعني؟ ما تقول يا حاج. طب معلش يا حاج مش هقدر اقول لك، دي حاجات خصوصيه، اسرار بيوت يعني. طب خلاص براحتك، بس لو حبيت في اي وقت تعرفني ايه هي المشكله تجيلي في اسرع وقت. ولا الراجل ده ما كملش 5 دقايق وخلاني خلاص هتشل. عايزين نشوف اي حاجه كده نعملها فيه. وانا معاك في اي حاجه، بس انا مش عارف احنا هنعمل ايه. يعني هو انا اللي عارف؟ طب فكر كده في اي حاجه يمكن تيجي حاجه في دماغك. خلاص ماشي. هو انت كده بتفكر ولا عندك الجرب؟ مش عارف، بس لما بشوف الناس بتفكر بتعمل كده. طب كمل كرش كمل، مش ناقصاك يا كمان. ما تجيب لنا اي حاجه نشربها كده يا حاج بدل ما احنا قاعدين كده. خلاص ماشي يا حاج. خلاص خلاص يا بابا، انا اروح اجيب لكم اي حاجه تشربوها. مين انت؟ ايوه انا طبعا يا بابا. انت مستغرب ليه كده؟ غريبه. طب خلاص روح. ماشي. انا جبت لكم انضف حاجه ساقعه في السيفن، اتفضل. معرفش اجيب عصير بدل الساقعه دي. يا عم اشرب وخلاص بقى. اتفضل يا بابا. ماشي. هي بطني بتعمل لي كده. يا بطني. هو الحمام منين يا حب؟ الحمام منين؟ هتلاقيه يمين في شمال، شمال في يمين. طب خلاص ماشي.
بعد اذنك يا بابا هنروح بس نجيب حاجه انا ولوقا. خلاص روحوا بس ما تاخروش. ماشي. الراجل البرد الاخر ده بيعمل لك كل ده في الحمام، اكيد بيعمل حمام الشهر كله عشان يوفر ليه. لا بقى كده كتير، انا لازم اعرف في ايه ده، كده غدا ممكن يروح مني. ايه ده انتوا مين وعايزين ايه؟ انا عايزك انت. طب خلاص ماشي، هتغدى واجيلكم عشان اجعان. يا رب ارحمني يا رب، حتى في دي كمان بارد. هيرحمك بس لو سبتني اروح اتغدى، وانا هجيلكم يا عمي. في يا راجل انت، انت هتسلني؟ لا كده كتير بقى، يلا بينا يلا بينا.